يقول انا ما بقيتش خباني مش خباني اشوف الراجع فوق من اي حاجه. ادير الراجع اللي ما بغاش يلعب اللي ما بغاش يتجقد اللي بغى الفيسبوك واللي بغى يبان في الانستغرام واللي بغى يدير يطلع في اللايفات يمشي بعد من الكره فرق الراجع. عرفتي سامع كوكو كوكو جا فابور غنصبر مع واحد جا فابور نتعاون معاه. راه المكسب الجديد ما عرفتش الرجاويين راه ايين يكون هذا المكسب راه يعطيك واحد الفرصه ديال الهدوء ويساندوك ولكن من بعد راه عول واش قاد ولا ما قادش. ثم مزيان يكون تواصل مزيان تقول علاش قاد عرفتي لو صادقتي لو صادقتي الجمهور ديالك وتقول لي هذه المرحله علاش نلعبوا علاش نلعبوا علاش نلعبوا ما تلقاش مشكل معاه. ولكن الا بقيتي ساكت وما تتعلنش على البرنامج ديالك بشكل صريح وما تتواصلش راه هو اللي وقع اشكال. لان كنتسنى الجمهور كاين خطاب كاين خطاب واقعي ما تنقول مزيان ولا ما مزيانش كاين خطاب واقعي ديال هذا المكسب الجديد وكاين انتظارات وامال كبيره ديال الجمهور كيفاش غنلاقيو بين هاد الجوج. تفضل سي ايوب. انا على ما اظن على رايي الشخصي كنشوف ان المكسب الحالي كيتسنى نشوف الرجاء الاستحقاقات المقبله اللي غيلعبوا عليها واش غيشاركوا في كاس كاف ولا ما غيشاركوش في كاس كاف. الا كانوا مثلا ما غيشاركوش في كاس كاف غيلعبوا غير على البطوله وعلى كاس العرش لماذا لما نبنوش فريق شاب لماذا لما نبنوش فريق اللي غننافسوا به من المستقبل وغنطعموا بعناصر اللي غتكون ديال البطوله وديال كاس العرش. سيوب نعم سيوب شري 20 لعاب من دشباع صوت الابطال ديالهم لا العام الجاي كندوي على المشاركه العام الجاي العام الجاي لا بلاتي نقول لك دابا 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 علاش علاش في الرجاء من 99 لا ما كانش كنتسول لا اسمح لي لا ندوي لك على الرجاء من 99 23 ما داش البطوله واقع راه ما يمكنش تدرك لان حنا ما طلعناش بودوم باش نقبلوا تيتر واخا اتفقنا ولكن علاش ما قلتيش راه من 99 حتى 2023 ما حافظناش على جيل لعب 50 متابعه في الرجاء ولكن نتحداك الان في هذا البرنامج ديالك واش بقى عندنا شي فيكتيف لعب واحد 3 سنين مداومه في الرجاء 4 سنين لا 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 ما كاينش ما كاينش ما يمكنش تحقق القاب ما يمكنش يكون عندك استقرار ما يمكنش تحافظ على واحد جهيمن مدرب ما يمكنش تفوز بالقاب عطل الابطال ما يمكنش انا بالنسبه لي هذه داخله في الكره ما يمكنش. اسماعيل دابا باش كنتكلم واخا اسمح لي اسمح لي كتكلموا على شي دابا ديال المغرب لا لا غير شعل لك كتشرب بودريقه قلق قال اشنو المكتب ما يكونش كاين المدرب مساعد الاول مساعد الثاني مساعد ومدرب الحراس هذه مساعد اي راه قلت محلل الفيزيوناج وعاد بريباراتور فيزيك شبه العدد شبه العدد السابق نعطيك الخطير نعطيك الخطير مدرب المانيا الجنسيه جنوب افريقيا جنوب افريقيا المانيا تشوسي هنا التواصل ديال الكلمه كنقول لك الله ودي الله ودي ها خصك ترجمان زيد عاوتاني ترجمان مغربي دابا هذا السي المعلم انا عيب وصفت انا ماشي انا ماشي بمرحله ما بغيتش في هذا البرنامج ننتقد ندافع فهمتي لا راه ما حقش انا تنبيك علاش ناقش مسؤوليه عايش بها الخطر كنتكلم مسؤوليه وعلى حسب المكسب ديالنا ملي كنقول المساله تنقول المكسب القادم تنتبهتي للقضيه يعني تقال ان راه غادي تقال شي حوايج وربما في البدايه ما بحال هذه النقطه اللي دويت عليها يعني تقال بان راه الطاقم التقني كبير جدا ولكن حتى الطاقم كبير حتى الطاقم عرفت حتى الطاقم كبير جدا يخدم مصلحه الفريق تماما يخدم لنا ويخدم لنا تماما تماما الفيزيوناج الاتجاه في البطوء جميع لي كاتيجوري ويكون عنده عامل واقفين على كل صغيره وكبيره ممكن هذا الشيء اللي بغيت ولكن اللي خطير هذا الشيء اللي بغيت الماني واحد من جنوب افريقيا من جنوب افريقيا ومن سويسرا من جنوب افريقيا ومن المانيا ومن تونس هنا مغربي المغربي راه اللي دار اللي مشى لكره كاس العالم المغربي فين هو الوطن الوطني فين هو هنا الفريق اللي غتستافدوا منه فين هو اللي كتحدد انت تبقى تهلل انت هنا وهاجرين تيدير نتائج والحمر تيدير نتائج والسلامي تيدير نتائج ما يخدموش في الراجل واخا هذا موضوع المهم هذا موضوع اخر هو المكسب الحالي هذا هو الاختيار ديالو صافي هو هو نورمال مختار برشلونه رجعوا الدوله ليغا ها الفريق غوارديولا هيمن مع برشلونه منين جا ابن الفريق ها على اللي طلعوا لهم من بعد ما كان عندهم لعاب مزيان جابوا خلاهم خدموا معاهم غوارديولا ها غوارديولا باش يدافع على اللاعبين الشباب واللي خدم معاهم صافي انه صافي ايتو يا توري لاعبين ممتازين
وهذو اللاعبين اللي سيف تصدعوا انهم يحيدوا لي التيتر من بعد انا كنت لا غنحطهم على لاعبين اللي كاينين دابا حاليا فريق الرجاء الاوروبي هاد الجنسيات اللي كاينين شكون اللي غيترجم لهم اول حاجه شكون اللي غيترجم لهم مدرب الماني غيكون واخا يكون المدرب يتقن ولكن ضروري ما يكون واخا هاد المدربين هادو غيفيزيونيو كامل البطوله الوطنيه بدون نشحوا كاملين في البطوله الوطنيه البطوله شوف كاع البطولات عندهم ريتم والمغرب عنده ريتم اخر وزيتي على زيتي على هذا واش من صادق على اللاعبين باش ما نطولوش المدرب باش محسي عيون هنا زمان شوف غادي نكبروها بزاف شوف شاشه كبيره باش ديال ماشي الاسماء اللي دابوا لعبين دابوا مرض خاص الراجلين هذه مشكلات كبيره ديما كندخلوا التفاصيل الراجلين هذه مشكلات كبيره سمي حسمه كاين كاين ثنائيات في اشكالات واش بغاو مشكره ولا بغاو ما يسلم لي انا ما نطقناش واش بغا عندنا شي اشكال بحال شخصي كل مرة لا العلم المعرفة مزيان وهذا وراء زياد كيمثل هاد التيار وراء كان غادي ولكن حرمناه أنا ما دا شوف الآخرين شنو عندهم عرنا شو واحد عنده الشكارة علاش ما ندوش البينات واش النادي الغراسة ولا عادها واش مورا يحسوا ولا أجاني بمعنى آخر شو يحسوا عن تاني واش التكوين ونهداو ونصبروا أو نحصلوا على القاب ونجيبوا الأجانب هذه النقطة اللي تكلمت عليها واش الجمهور تكوين واش الجمهور يكون رأيه فقط تشجيع أو هو ليه حتى هو رأيه يتحدث يعني مادام الرجاويين ما حسموش في هذه المسائل في هذه النقاط هذه تبقى مدرب انتداب تبقى تفصيل اسمح لي السي خصو يحشموا فيه لحد الان عندي اسمح لي سي ايوب لحد الان رجاويين والله العظيم الا دايخين وانا واحد لا منهم ماشي زعما انا كنعلمهم ماشي نبغي نعلمهم لا ديال راه ما حشموش واش بغينا مول الشكاره قال لك اللي عفط يدير عنده كذا ولا بغينا العلم والمعرفه وكذا راه ما كيس راه ما غيصبر ليكش مول الشكاره تيغيب عليه العلم والمعرفه والتخطيط ومول العلم والمعرفه تيغير عليه المال يعني وما غادي يدير والو خاصك تجمع بيناتهم هذا هو النقطه اللي تفضل اسمح لي غير فريق رجاء بدور كان يجمع بيناتهم من شحال هادي ماشي غير لدابا علاش دابا عايش في الحياة دائما كطيح باش تنوض لغد هادي دائما اللي كيدير خطوة اللور ممكن انه يصوتي خطوات اللي قدام هادي معروفة ممكنش ممكنش من بلاصتك تصوتي ضروري خصك دير من غد دير لابول يعني لا قد ما رجعتي خطوة ما يمكنش اننا نساو الماضي لانه التاريخ اللي عندنا هنا الالقاب انا الحاضر سنتين اخرتين رجاء ما داتش ولا لقب باقي عندنا لقب واحد اللي في الملعب هو ديال كاس العرش متفقين معايا ولا انا غلط؟ وي لعبنا منها سنتين يعني احنا ضيعنا سنتين جبنا فيهم السنه الماضيه اللي جمع ما بين العلم انه اني سمح فوطرا شويه لا لا هذاك حاجه اخرى ما كانت صراعات واخا بلا جاي وكل واحد يعني عام العلم ما عندوش الماده لا كان اصلا كان العام ضيعنا الارقام واخا ضيعنا الارقام انا ما كنعطيكش شكون هو على راس الاصابع لا زعما زعما خات شويه الخبره مع المكتب الديات اللي كانت دير ديال العقلاني بالعلم نعم وفاز بفاز بالقاب نعم ياك سي واش معنا ما بين مشكر انا كنمشي معاك في نص الطرح ديالك واش معنا ما بين مشكر اللي هو البدراوي وما بزنا حتى شي لقب وضيعنا سنتين اللي كنا نكونوا فيهم فريق قوي كنمشينا للشق اللي هو اننا نشوفوا نعاودوا نديروا ابناء الفريق نعاودوا نرجعوا نحكموا في الفئات العمريه انا ما بقيناش كنحكموا في الفئات العمريه ولا منا طعموا الفريق لانه رغم ما تقول لي لي كوردون اللي عند الرجاء باش كتلعب بلا ديان ديال الرجاء باش كيلعب وداك الشيء اللي باغي الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي ما يمكنش تلقاه في اللاعب الجاهز واللاعبين اللي كيكونوا ما تكونوش في فريق الرجاء البيضاوي السعيد ممكن تلقى لاعبين في بطولة على راس الاصابع وممكن تلقى لاعبين كيلعبوا في طوازيام ديفيزيو في دوزيام ديفيزيو عندهم كاليتي باش يلعبوا في الرجاء ولكن ما تحتش الفرصه انك هذه الجيبه ديال المشاهده يعني فريق الرجاء البيضاوي ما بقاش عنده عين ثاقبه كذلك ما بقاش عندنا عين ثاقبه اللاعبين المحترفين لانه باش نكون معك واضح انا نجيب لا في في وشان دومينغو اللي سير لهم هو كيتعمل واحد باش نقول لك انا ما بقيتش نخبى عندي مش نخبى انا شوف الراجل فوق من اي حاجه خفيفي ونسيني شان دومينغو مناجر واحد حتى هذا خفيفي شوف ما بقاش
جار واحد اللي جابهم يعني. انا شريت واحد الزينه ديال 12 فيهم انا الموزيكا هكذا وقلنا عليك جار واحد زيد على هذا. هل هما الرجاء الان جبنا الاختيس الخطأ؟ لا ها جبنا لاعبين الخطأ اللي محتاجهم في الخرجه بداو الان. حنا جبنا مدرب من المانيا غادي يقول لك المكسب راه مازال ما سالاش بلاتي دابا بلاتي علاش ما سالاش مكا؟ واش مشينا ودرسنا شي موقع شي مدرب وقت ما تري زيدهم لا لا خلصهم دابا واش تقول لهم؟ دوزنا حتى لتحس الطبي اش تقول لهم؟ صيفطهم باش انا عندي باقي عندي انتي دابا باش انا عندي حكاش وراح راسي دابا اخيرا سجل هدف نزيد عليهم خفيف دابا هل هذا هو مركز دابا هو دابا على قد العقل انا متفق معاكم هل هذا هو المركز الخصاص؟ لا ماشي مركز الخصاص جاب لي خاصه لا ماشي مركز انا زيد على هذا هل هو نجيبوا لاعب طارق هنا كيعاني كنهضروا بانه خصنا نجيبوا لاعب يدافعوا من نسق نجيب محترف اللي هو دابا حنا كنجيب لاعبين في البطوله الوطنيه كيجيبوا لك لاعب من جنوب افريقيا ومن الكاميرون كيدخلوا عندك وسط من النادي وتيقول لك كاس ايوب كاين موسيم تيجي تهلا تهلا فيه وتعاونوا معاه وخصو هو يتعاون معايا راه هو المحترف اللي جايب 400 انا راه ولد البطوله اللي عندي 40 هو عنده 400 زيرو زيرو لا بريم سينياتور ونتعاون معاه خصو يجي باش يتعاون معايا ويجري وانا نعاونو انا نوريه شنو هو الاثار شنو هما اللي بحكم بانني انا اللي مكون وعارف ولكن مايمكنش نوريه حتى الكره زعما واحد يقول كوكو انا صبرت على كوكو تعاونت مع كوكو كوكو جا فابور فنصبر مع واحد جا فابور ونتعاون معاه كوكو صدق من 20,000 لعاب اللي ممكن انا نصدق لك السي ايوب وكوكو كانت عنده الثقافه بانه صبار مسكين داكشي علاش نجح الكره ديالو تطور حتى من امكاني على كوكو الايامات الاولى اللي كانوا كيهضروا عليه واش كنتي غتشوفوا دابا شحال تسنى كوكو كيصبر تسنى تا داز الموت كاين اللي بعض اللاعبين ما كيتسناوش شدة دوز واحد لافات هي لافات ديز عليه وكيخرج يدير كارثة وانا حاجة واحدة اللي كتحب هذا المنتخب المصير اول حاجة سي ايوب نحترم لانه لي سونكسيون على بزاف اللاعبين اللي كانوا خارجين على الصف انا هادي كنحترمو عليها وكان كيتعقدها 2013 الان ارجع لها وعرف بانه لون ديبار وسيلة ديال انك تحقق الالقاب هذه الشركه هذه راه الراجا اللي ما بغاش يلعب اللي ما بغاش يتجقد اللي بغى الفيسبوك واللي بغى يبان في الانستغرام واللي بغى يدير يطلع في اللايفات يمشي بعد من الكره فرق الراجا هادشي ساهل لانه الرجاء عنده انصاره عنده جمهور كذلك لا يحسب بانه السي الهبطي راك نوسي العام ما كارثي بما كان اعظم وتزيد تكمل هذاك الشيء خطير ماشي معايا نتكلم كيمس بابا بابا الا تكلمنا عن شي دابا نتكلم عليهم